يبدو لك أن تغير التوقيت الشتوي مجرد رجوع عقارب الساعة للوراء. 60 دقيقة في حياة الإنسان الطبيعي لا تؤثر، بل تمنحه وقتاً إضافياً للنوم. أما في حياة الأهالي في قطاع غزة فهي مختلفة تماماً وآثارها سلبية أيضاً. فرجوع عقارب الساعة للوراء يعني إضافة ساعة من الألم والمعاناة، وزيادة في عدد الشهداء والجرحى، كما أنه زيادة في الدمار والإجرام. فالليل في العالم الطبيعي هدوء وسكينة، أما في غزة فقتل واعتقال ونزوح وخوف. لتصنع حرب الإبادة من التغيرات الإيجابية لحظات فراق وحزن وألم لا يتمناها أي إنسان، ولا تزال الحرب قائمة.